الدكتاتوريات مثلا خلال العقدين أو ثلاث عقود الماضية لجأت إلى الانتخابات لأنها لم تعد قادرة على تحمل الضغط القادم من الخارج أو من داخلها بأنها حكومة جاءت بانقلاب. فكان بوس الدكتاتور إذا كان الأمر يتعلق بترتيب يعني صناديق اقتراع و يعني عرض صفوف متراصة من الناخبين يضعون أوراق في الصناديق فهذا أمر سهل، ولكن بالنهاية الدلالة العميقة الدلالة الأبعد من هذا الكلام من هذه العملية الديمقراطية تأتي لمصلحة الدكتاتوري، لأنه شروط الأعمق من الـ من من الـ يعني هذا الأشياء الشكلية تعطي يعني إشارات واضحة إلى أن العمل الديمقراطي الحقيقي لم يبدأ بعد. أولا حكم الفرد، ده العنوان الأولاني الكبير، حكم الفرد بكل ما له من سلبيات وتداعيات. أنا عايز أحكم يبقى خلاص أستم أجيب اللي على كيفي من البطانة، أتسطر على فسادهم، أخشى كل ما أخشى أن واحد ينقلب علي، ما يمنيش أن واحد يفسد أو يسرق. كل المحاكمات اللي تمت في العهد الناصرة وعهد السادات لكل الناس اللي انقلبوا من كل الناس ما هيش عن الفساد، وكان الفساد بتاعهم طاري. ليه يقول لك قلب النظام الحكم؟ ما يجيش يقول له انت سرقت كذا وثروتك كانت ايه واصبحت ايه وهربت ايه فلوس لبره وثروه البلد اللي راحت بره. ايام جمال عبد الناصر كان الناس ما بتتكلمش وده خطا، لكن كانت بتاكل وتشرب وكانت بتلاقي قرار لصالحها، وما كانتش بتلاقي مليارات تتنهب من البنوك وتطلع الخارج، وما كانتش بتلاقي 9 مليون عاطل من حمله المؤهلات بيتسولوا حق العمل. ما كانتش الناس بتشكو، لكن كانت بتاخد حقوق اقتصادية واجتماعية. ايه اللي بنطلبه؟ لا نريد ديمقراطية اجتماعية على حساب الديمقراطية السياسية زي ما كان ايام عبد الناصر، ولا نريد ديمقراطية زائفة سياسيا مع سحل الشعب المصري بالفقر وإهدار حقوقه الاجتماعية والاقتصادية زي هو موجود دلوقتي. على الرغم مما حملته تجربة الرجلين من تشابهات وتناقضات، إلا أن الضربات التي نالاها كان لها تأثير عميق على الحلم، ليس على الأرض فقط ولكن في نفوس الشعوب أيضا. We'll be right back.